السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد ووصفة حلوة قوي. وصفتنا النهاردة لإزالة الشعر الصغير اللي بيبقى موجود في البشرة او تحت الابط او في المنطقة الحساسة او في اي مكان في الجسم. ان شاء الله الوصفة دي ان شاء الله انا هعمل معاكم النهاردة محلول او غسول هنغسل بيه، ان شاء الله بيقلل نمو الشعر، وكمان لو في اي تجاعيد في المنطقة الحساسة، منطقة ما بين الفخذين، تجاعيد في البشرة بإذن الله بيقضي عليها تماما. وبعد كده بنعمل مع بعض ايه الوصفة بتاعتنا ديت. مكونات سهلة وجميلة جدا، ومكون حلو قوي اول مرة بكده هتشوفيه، بيزلك الشعر بكل سهولة وبدون اي الم. يعني اول ما تستخدميه كده هتشوفي بنفسك الشعر بينزل وبيطلع بكل سهولة ان شاء الله. هنبدأ نعمل وصفتنا دلوقتي ونشوف مكوناتنا ايه. بس ما تنسوش لو انتوا اول مرة تدخلوا معايا القناة، يا ريت تشتركوا معايا وتقطعوا على زر الاشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان كل وصفاتي توصل لكم ان شاء الله. هنبدأ وصفتنا مع بعض، يلا بينا. اول مكون هحتاجه النهاردة معايا في الوصفة دي وهو الحنة البيضة، وده بيكون شكلها بتجيبيها من عند العطار. الحنة البيضة بتساعد على ازالة الشعر بكل سهولة، وكمان بتخلي الشعر ما ينبتش تاني. كل اللي انا هحتاجه النهاردة، لو انا طبعا هستعمل للجسم كله، ممكن تحطي معلقتين او ثلاثة من الحنة في الطبق بالشكل ده. لو انت هتستخدمي على منطقة الشفايف بس يبقى كفاية قوي معلقة، تمام. انا هنا ضايفة 3 معالق اهو علشان هستخدم الوصفة دي للجسم كله. كمان تاني حاجة هضيفها النهاردة معايا على الوصفة دي، وهي الشابة. الشابة يا بنات، وطبعا كلنا عارفين الشابة بتبقى عبارة عن احجار، ده بيكون طبعا شكلها اهي الشابة. بس انا هحتاجها تكون يعني تكون مطحونة. هبدأ اطحنها. طبعا انا يعني عندي الشابة بستعملها كتير قوي، لانها من الحاجات الجميلة قوي للتفتيح وكمان لشد التجاعيد. فانا طبعا طحنة منها كمية كبيرة قوي عندي، بستخدمها لوصفات التجاعيد كمان ولتقليل نمو الشعر. هنبدأ نضيف معلقة من الشابة المطحونة على الحنة البيضة بالشكل ده، وهبدأ اخلطهم مع بعض كده قبل ما نضيف المكون التالت علشان يعني امزجهم كويس جدا. كده انا خلطت الشابة مع الحنة البيضة زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا بقى ده زيت السعد. زيت السعد من الزيوت الحلوة قوي قوي اللي بتمنع نمو الشعر وبتقلل نمو الشعر. يعني لو انت حتى من البنات المشعرة بجد هتخسري كتير جدا جدا لو ما عملتيش الوصفة دي، لان زيت السعد مع المكونات اللي احنا قلناها ديت بيقلل نمو الشعر للبنات اللي بتبقى مشعرة وقابلة على الجواز. طبعا ده بيبقى صعب جدا انها تعمل كل يوم سويت او كل فترة، بيبقى صعب جدا معاها. فده بيقلل نمو الشعر وبيخلي الشعر ما ينبتش تاني. طيب في ناس هتقول لي طب احنا ما عندناش زيت السعد. لو انت ما عندكيش زيت السعد ممكن تضيفي ميه الورد، بس انا بفضل زيت السعد. طبعا لو متوفر عندك اعملي، مش متوفر اعملي ميه الورد برضو. انا هضيف هنا من زيت السعد معلقتين كبار بالشكل ده اهو على الخلطه بتاعتنا، وطبعا هنضيف ونقلب عشان لو الخلطه محتاجه انها، انا عايزه القوام يكون متماسك عشان اعرف استخدمها. هنبدأ نقلب بالشكل ده، هنضيف كمان معلقة. انا بوريك الخلطة هيبقى يعني قوامها عامل ازاي علشان تستخدميها صح. بنقلب كده اهو، ودي بقت معايا الخلطة زي ما انتم شايفين اهو. دي بقى الخلطة اللي انا هستخدمها لإزالة الشعر. ازاي هستخدمها؟ قبل ما استخدم الوصفة دي في خطوة هعملها دلوقتي معاكم، والخطوة دي مهمة جدا ان انا اعملها. الخطوة دي بقى هتكون عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا الطبق بتاعي ده، هبدأ اخد نص معلقة من الشابة المطحونة
او هاخد قطعة احجار صغيرة برضو من الشابة. يعني لو انت يعني مش حابة ان انت تطحنيها، ممكن تاخدي قطعة صغيرة من الشابة وانضيفها في الطبق بالشكل ده، وهضيف معايا هنا كوباية مية، هنقلب كويس جدا المية مع الشابة بحيث ان انا اخلطها بالشكل ده، وعشان الشابة تدوب معايا. لو انتي حطيتيها احجار ممكن تدوب طبعا، بس هتغيب شوية يعني، فعشان كده انا بقولك اطحنيها احسن. بنقلبها طبعا كويس جدا اهو، وبعد كده بقى هنقول ازاي هنستخدم الوصفتين بتوعنا دول. والوصفة دي مهمة قوي برضو قبل ما نعمل الوصفة لإزالة الشعر. ازاي بقى هستخدم الوصفتين بتوعي دول؟ اول حاجة هنبدأ ناخد اي منديل او اي قطنة من مية الشابة كده، وابدأ اجي عند المكان اللي انا هزيل منه الشعر، هبدأ اجي امسح كده بالمنديل او بالقطنة، امسح كويس جدا. وفايدة الوصفة دي ان انتي بتعملي تفتيح للمسام علشان الشعر يتزال معاكي بكل سهولة. تمام. لو انتي طبعا ممكن طريقة تانية برضو، دي ممكن نضيف المية الشابة هنا في البخاخ ونرش على المكان وندعك برضو كده بحركة بسيطة بايدينا، ندعك المكان اللي احنا عايزين نزيل منه الشعر، سواء كان الشفايف او اي مكان في الجسم او منطقة الحساسة. الوصفتين دول حلوين جدا. بعد ما مسحنا المكان كويس جدا بالشابة، بتعمل كمان على شد الجلد. يعني انت لو عندك ترهلات في المنطقة الحساسة او ترهلات مثلا في البشرة، بتشد البشرة كويس جدا جدا، وكمان بتدي تفتيح. تمام. بعد كده بقى الخطوة التانية، هنبدأ ناخد بقى الوصفة بتاعتنا. بعد ما استخدمنا الشابة هنبدأ ناخد الوصفة بتاعتنا كده، ونيجي على المكان اللي انا عايزه ازيل منه الشعر، هبدأ افردها بالشكل ده، تتفرد معايا بكل سهولة اهو، وهسيبها على المكان كده لمدة 20 دقيقة. هنسيبها على المكان اللي انا عايزه ازيل منه الشعر. بعد 20 دقيقة او نص ساعة هبدأ بقى امسك الوصفة بقى كده وادعك وافرك. هتبدأي تفركي، بتنزل لك اي شعر موجود في الجسم، سواء في البشرة او المنطقة الحساسة. بجد اللي مش هتعمل الوصفة دي يا بنات هي اللي هتخسر. طيب بعد ما خلصنا بقى وازلنا الشعر وعملنا عملية دعك وفرك، فاضل بقى مرحلة كمان هنعملها. بعد ما زلنا الشعر وغسلنا المكان كويس جدا، معايا هنا بقى منديل او قطنة ومعايا زيت السعد. لازم برضو المرحلة دي تعمليها، ولو ما عندكيش زيت السعد قلنا نستخدم مية الورد. وهاجي بقى عند المكان، بس زيت السعد افضل بكتير جدا جدا. هاجي عند المكان اللي انا بقى زلت منه الشعر خلاص، وابدأ ادعك كده بزيت السعد. ليه بقى؟ علشان ما يطلعش الشعر تاني بكل سهولة. يعني هيطلع بس بعد فترة كبيرة جدا. زيت السعد بيقلل نمو الشعر وبيخلي الشعر ما ينبضش بسرعة، بيقلل نموه طبعا. وهنسيب زيت السعد ده على المكان، هتسيبيه يعني ممكن تسيبيه ساعة او اتنين، ممكن تدهنيه من بالليل وتسيبيه لحد تاني يوم الصبح. بجد بنات روعة جدا جدا، جربي بس زيت السعد ده وانتي هتشوفي. الوصفين دول من الوصفات الحلوة جدا جدا اللي بتزيل الشعر ومتخلوش ينبت تاني، وكمان بتشد الترهلات اللي بتبقى موجودة في مكان المناطق الحساسة او في البشرة. هتجربي بنفسك وهتشوفي الوصفة بجد تحفة، واللي مش هتعملها بجد هتندم. عندي ليكي برضو نصيحة عشان ما يبقاش في اسمرار في المكان، منطقة ما بين الفخذين، يا ريت يا ريت يا ريت ما نلبس اي ملابس غير ملابس قطنيه. الملابس القطنيه يا بنات كويسه جدا، وبتقلل الاحتكاك وبتساعد على ان ما يبقاش في اسمرار في منطقه ما بين الفخذين. البنات كتير قوي بتعاني من المشكله دي، بنات كتير قوي سالتني على تفتيح مكان ما بين الفخذين. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون كده.
اتمنى ان شاء الله ان الوصفتين دول يعجبوكم باذن الله. وحاولي ما تكتريش من الوصفه، يعني اعمليها اول باول. لو انتي مش يعني مش هتعملي جسمك كله، اعملي معلقه واحده فقط علشان ما يبقاش منك، ولو بقى منك حاجه ممكن تحطيها في علبه صغيره واستعمليها، بس ما تق... يعني ما تسيبهاش اكتر من اسبوع وبعد كده نستخدمها. يا رب وصفتنا النهارده تعجبكم ان شاء الله، تجيب نتيجه فعاله ونتيجه كويسه معاكم. اكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في الوصفه، وباذن الله باذن الله تعجبكم وتنور رضاكم. باي باي.